وقت اللي جينا نتكلموا في ام تونيزيا معاك الاستاذ عامر وقلنا برا نمشي نجيبوا احنا السلعه من 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 تركيا على خاطر الليره التركيه طايحه هكا ولا تدخلت اطراف وحكيت على يحبوا الاستعمار والاستعمار والاستعمار. خليني بالله نقرا لك اللي كان تسمح المنظمه الفرنكفونيه شنو تعطي للسياده الوطنيه ويحكوا على السياده الوطنيه هاي خلينا نحبهم تراها ترتفع اصواتهم قدام البنود باش نقراها. يتمتع المكتب الاقليمي هذه الاتفاقيه اللي صادق عليها البرلمان في 2020 صحيح ايا كان مكانها او حائزها بالحصانه القضائيه لا يجوز اثنين لا يجوز لموظفي الدوله التونسيه الدخول الى مقرات مكتب الفرنكفونيه لاداء مهامهم الرسميه الا بموافقه مكتب المدير. ثلاثه الماده العاشره النظام الجمركي يعفى مكتب الفرنكفونيه من دفع الضرائب التي ينشرها او يصدرها. الماده 12 لا تخضع اتصالات المكتب الاقليمي الفرنكفوني لرقابه الدوله التونسيه. خمسه نظام النقد والصرف يجوز للمكتب ان يتلقى العمولات والاموال او يمسكها او يحولها الى عمله اخرى وينقلها داخل التراب التونسي او الى الخارج. الشروط هذه في عهد الحمايه ما توجدش. نعم. هل تستطيع انت انك تتكلم هذا الاتحاد اللي يحكي قال لك الصندوق التنميه القطري ما يجيناش. تراه وريني قدك في هذه. نعم. انا سنه